السلام البنات، اليوم جيتكم بواحد الطاجين اللي هو معروف، الطاجين ديال الدجاج بالجلبانه وكوكو خيزو اللي كيعرفوكم المغاربه، لكن اكيد كاين بعض المبتدئين ما كيعرفوش، وفي نفس الوقت الناس اللي هم خارج المغرب فربما بعض منهم او ما كيعرفوش. فانا جيت باش تعرفوا كيفاش كيديروا له. كما كتشوفوا هنايا، اول شيء كنحطوا الدجاج وكنحطوا البصله وكنحطوا عليها الثومه وكنخليهم كنغطيو عليهم كنخليهم يتقلاو، يعني البصله خاصها تطيح واللحم يتشرب ديك البصل والثومه. اللحم ديالنا يعني تقلات شويه، دابا غادي نزيد لها الملحه يعني حسب الاحتياج، نزيدو لها الكركم ونزيدو لها الإبزار ونزيدو لها السكنجبير. الدجاج ديالنا يعني دخلت فيه العطرية، دابا غادي نزيدو له مطيشة، هاهي الكيتة، غادي على فكرة راه زيت تا التومة كنت نسيتها، وغادي نزيد له واحد شوية د السمن، التومة نزيد له ماشي بزاف، راه غير شوية د السمن، معلقة راه صغيرة، دا السمن معدل على اليد، كتعدل الواليدة مسكينة، يعني واخا تشري شحال ما شريتي السمن ماشي مكيجيش بحال هاد السمن ديالك تعدلو على يدها. صافي كنعملو هاد السمن، أنا حيت مشبرة بيد واحد خصني تنهبطو، كنهبطو هاد السمن هدا، وغادي نحركو وغادي نغطي عليه شوية يزيد يدخل فيها التشرميلة هادي، من بعد نولي معاكم. خليت فيها العطرية، دابا غادي نمرقو ونزيدو له الما، ونبارك عليه. صافي كما كتشوفوا هنايا الدجاج ديالنا هو تقريبا طاب، نقصو غير شويه، فكنضيفوا عليها الخضر اللي نقناها، بطبيعه الحال كنخليوها كبيره شويه لان كتعرفوا الكوكو يعني هاد الخضر كلها تغير كطيب، فالكوكو كنقسموا على جوج وخيزو كنخليوها حتى هو طافيين كبار وكنزيدوا على الدجاج. من بعد ما كنكونوا زيدنا خيزو والكوكو كنزيدوا حتى الجلبانه، كما كتعرفوا هاد الخضر يعني فهي عندها واحد المذاق بحال اللي حلو شويه كتواتر مع بعضها. صافي كنحولهم ندخلهم في المرقه باش يتشربوا اللذه ديال اللحم، وكنسدو عليهم باش يكملوا الطياب. شوف المنظر ديالو كيجي مزيون كيف ما كيجي المذاق ديالو زوين. كنتمنى تكونوا تشاركوا مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله.